بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. ايها الاخوة المؤمنون، احييكم بتحية الاسلام، تحية في اولها السلام وفي اخرها الرحمة والبركة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فيا من على الارض تختالون في مرح وفي ابتهاج وتغترون بالمال، كم كنت قبلكم ازهى بزخرفها وقد عقدت عليها كل امالي. فهاجمتني جيوش الموت كاسرة بشر فهم اتى في القلب قتالي. وكان يجلس جنبي وقت حشرجتي خلاصة الصحب والاحباب والآلي. فما استطاعوا لرون العمر ثانية وما استطاعوا سوى حزن على حالي. ان المؤمن في الدنيا وزينتها كمن بنى بيتا على ارض زلزال. ان المؤمن في الدنيا وزينتها كطالب الرزق من انياب اهواه. ان المؤمن في الدنيا وزينتها كخازن الماء في جوف ارباني. فيا من لبست ثيابا من زخارفها عريت فيها ثوبها باني. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. اللهم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. وتنا اخوة الايمان والاسلام، هيا بنا الى مائدة القرآن الكريم. ففي رحاب القرآن الكريم طمأنينة تغمر النفس وسكينة تملأ القلب ورضوان من الله اكبر. ومن اجل كل هذا الخير العميم نحيا وحضراتكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت الى ربها يتلوها علينا قارئ اتحاد الاذاعة التلفزيون الجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والقارئ المتميز صوتا وحلما ونغما ويتمتع بالاخلاق الحسنة اخلاق اهل القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى فاستجبنا له فكشفنا Oh.
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وذنوني إذ ذهب غاضبا فظننا لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت
فاستجبنا فاستجبنا له فكشفنا به من ضر وآتيناه أهله ومثله No.
سبحانك إني كنت من
وذنوني إذ ذهب
وابنها آية
معانا كل شيء. طب نقرا القران دلوقتي بشرب بعد ما نخلص.
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان وعدا علينا
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي بعد إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على مسألة من أخذ القاري لزاعة البجن وقاري الدول العربية والعالم الإسلامي فاضل فقراء الشهر أنور الشيخ محمد أنور القاري والمقيم في مدينة القاهرة وقال تعالى مسألة حضراتكم من أهل الشركة العربية للمسألة الصوتية ببراء مرحوش بدار محمد سلام وولد محمد سلام تليفون 66-0236-0 الشركة العالمية الأقوى الكهربائية إدارة حكم فكرة المسلمين وأولاده وأولاده فقلنا لكم أرحب محرجة هذه القرى والخطوة الممتازة احتضرت أولاد الخطوة النووي براهم ورحمة الله والشكر الله وسعيكم جميعا